في ايديك ده؟ انا جالي جواب من ابن عمي ان هو هيجي يقضي معايا الصيف. طب حد سأل نفسه الناس زمان كانوا بيبعتوا جوابات ازاي؟ كان في طرقات كتيره زي الحمام الزاجل. الدول دي كانت بتعمل ايه وبتبعت لبعض ازاي؟ تقصدي ايه يا اسيا؟ قصدي يعني بيبعتوا لبعض ازاي؟ في انا سمعت قبل كده عن مكان بياخد الجوابات من بره مصر من ايام الملك اخناتون. اخناتون مين؟ تعالوا نروح لزهرة وتقول لنا مين هو الملك ده وعمل ايه. ماشي يلا بينا. هاي يا زوزو. هاي يا لولو. هاي زوزو. هارون. اهلا يا اسيا. ازيك يا استاذ ياسر؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. اتفضلوا اقعدوا. ايوه كده. ايه اخباركم؟ الحمد لله. ايه بقى جايين بقصه ايه النهارده ولا عايزين تسالوا على ايه النهارده؟ احنا جايين نسال عن اخناتون. اخناتون؟ اوكي. اشمعنى اخناتون؟ وازاي كانوا بيبعتوا رسائل زمان؟ كنتوا بتدوروا على الرسائل الاول ولا اخناتون الاول؟ لا الرسائل. الرسائل. الرسائل فهي اللي وصلتكم لاخناتون. اوكي. طيب احكي لكم عن اخناتون وعن الرسائل وعن الحاجات دي كلها، بس قبل ما احكي لكم عن اي حاجه خالص تعالوا احكي لكم قصه ثانيه الاول خالص. ماشي. ثانيه خالص. ايه هي بقى؟ عندي واحد صاحبي صغنن عنده 5 سنين طول الوقت بيحب كان يقعد يلعب جيمز على الكمبيوتر. طبعا بالظبط كلنا بالظبط كده. ومن وهو صغير كان لو مفيش كمبيوتر يمسك الموبايل بالظبط كده. وكان بابا ومامته طول الوقت يديله الموبايل ده شويه يديله الموبايل ده شويه عشان ما يزنش وعشان ما يعيطش. فضل قاعد على الموبايل ما بيعملش اي حاجه تانية في حياته. ليه؟ مش للدرجه. قاعد بقى على الموبايل خلاص. مش للدرجه. لا مش للدرجه. مش ما انا عارفين ان هو مش للدرجه دي. ما انا حياتك انت. لا انت بتعمل حاجات تانية يا هارون. ايوه انا بقول في حياته. يعني هو حياته هو ما عملش حاجه بقى. قاعد ماسك الموبايل طول الوقت لحد ما بقى يعني لما يخرج مثلا يروح ابتدى الاول من الحضانه والمدرسه ما يبقاش سوشيبل او اجتماعي قوي ومش عارف يقعد لوحده كده. لايك يقعد لوحده كده بالظبط يا استاذه اسيا. كوايت كيد. كوايت كيد ومش عايز يتعامل مع حد. والموضوع ده تطور وبقى اجريسيف جدا. بقى طول الوقت بيتعامل مع الناس بغضب وممكن يبقى فيه شويه عنف. ابتدوا يعملوا يعني مشاكل كتير قوي. المهم ان بابا كان بيحكي لي ان هو قال خلاص هيروح يسال دكتور يعني متخصص نفساني ويقول له ماله ايه بقى اللي حصل. فقال له انت معوده على حاجه طول عمره مش متعود يعمل اي حاجه تانية في حياته. لو كان متعود يعمل اي حاجه تانية في حياته كان ان انت تقدم له حاجه يعملها او اكتيفيتي او نشاط او ان هو يتعرف على حد ده يبقى سهل. بس هو مش بسهوله خالص انه يتعرف على اي حاجه بره الموبايل والكمبيوتر. فكان لازم ان هو يبقى يعني يتعامل كلين تايم بالظبط كده. كلين تايم يتاخد منه موبايل شويه عشان يبتدي يتعرف على الناس يبتدي يبقى بيتكلم مع الناس ويبتدي يبقى يعني موجود كده مع بعض بالظبط مع بعض كده. ايوه يا اسيا. لكن الواحد لما بيتعود على حاجه واحده طول الوقت تبقى صعبه قوي تغييرها. عشان بتكون حاجه ثبتت في المخ. انت ايه اكتر حاجه متعود عليها يا اسيا؟ انا؟ لا كذا حاجه. التعود الرهيب اللي هو لو مش موجوده تبقى لو عادي ممكن والله الموبايل عادي ماشي. موبايل عادي بس تعمل حاجات تانية برضه. والله تعمل تاريخ وبتقعد تقرا وتقعد تتكلم وحاجات كده. بنلعب كوره وبنلعب كوره وحاجات كتير. احنا الناس جامده. وايه يا هارون بتضحك ليه؟ عشان اكتر حاجه ما اقدرش اعيش من غيرها هي البلاي ستيشن. البلاي ستيشن بس تعمل حاجات تانية برضو يا هارون. أوه. طيب ولنفترض بقى ان احنا جينا كده فجاه قلنا ان ما بقاش في بلاي ستيشن في الحياه. هيحصل لك ايه؟ مش هموت. مش هيحصل لي حاجه. هتموت طبعا. مش هيحصل حاجه كبيره يعني بس مش هتبقى بتتقبلها بسهوله. يعني مش زي الاكل لو مش موجود هنموت مثلا. مثلا يعني ده عادي. بالظبط. بس برضو هتبقى حاجه مش بتتقبلها بسهوله. مش مش من اول يوم يعني هتبقى عايش بيه صح؟ ايوه. وانت يا استاذه اسيا؟ انا مش بحب الموبايل خالص. انت مش بتحبي الموبايل خالص. طب ايه اكتر حاجه بتحبيها جدا؟ تنوت في الصالة جمباز. جمباز. هي قالت الجمباز. بس كويس الجمباز ده حاجة حلوة. ولنفترض يا أستاذة آسيا وترخم عليا جم قالوا لك قفلنا رياضة الجمباز. هبدأ عليا شوية بس عادي. بس عادي؟ أوكي. طيب تعالوا ناخد. هبدأ أعملها في البيت. هتعمليها في أوكي. صح ممكن تعمليها في البيت. حاجة تتعمل في البيت. صح. طيب أنا ليه بحكي لكم قصة صديقي ده اللي هو ابتدى دلوقتي يبقى كويس وعنده صحاب كتير والحياه بقت كويسه الحمد لله. عشان نرجع بقى لقصه الراجل اللي انتوا جايين تسالوا عنه اللي هو مين. ايه ده يعني هو كان بيعمل كده؟ لا
هقول لك هو عمل ايه. اخناتون. ايوه يعني دي قصه عباره عن لا لا هفهمكم ايه اللي حصل. انا بس كنت بتكلم وبتناقش معاكم. كان ادكتد لحاجه يعني. مش هو مش هو. خلاص هفهمكم دلوقتي حالا. اخناتون ده كان اسمه ايه اصلا؟ ايه امنحتب الرابع. ابن مين؟ ابن امنحتب الثالث. عادي مش صعبه. بابا امنحتب الثالث ومامته الملكه تي. امنحتب الثالث والملكه تي كانوا ملوك اقوياء، وكان في العهد بتاع امنحتب الثالث اللي هو بابا امنحتب الرابع الدنيا كانت قويه جدا، وكان مصر ما كانش اي حد يقدر يبقى بيدخلها بسهوله، وكان في انتصارات عظيمه، وكان ليها هيبه كبيره جدا، وجيشها قوي جدا جدا، لان الراجل كان مركز كويس قوي انه يحصن مصر وان هو يبقى جيشه قوي وان ما حدش يقرب منه بسهوله. كان عنده ولد صغنون كده اسمه ايه؟ امنحتب الثالث الرابع سوري. امنحتب الرابع وهو صغنن كان بيحب الشعر وكان بيحب الفنون. هي ايه الشعر؟ شعر بوتري. شعر بوتري يعني شعر زي الاغاني كده والحاجات اشعار. عارفه اغنيه من غير ميوزك. ايوه كان بيحب الاشعار بالظبط، وكان بيحب الفنون، وكان بيحب حاجات كتيره جدا جدا جدا، خليته يبقى قاعد بيتامل طول الوقت، بيقعد يفكر كده. قاعد يفكر في ايه بقى يا ولاد؟ ايه مصر في الوقت ده كان في مش اله واحد ولا اتنين ولا حتى عشرة، كان في كتير جدا، كان في محافظات كتيره قوي في مصر، كل محافظه كان 42 محافظه، كل محافظه ليها عدد الهه معين، يعني مش اله حتى واحد، مش مثلا المحافظه دي بتعبد الاله ده. لا والوقت ده الالهه بقى كانوا اصلا فكره الالهه ان احنا هنعبد الاله ده كانت جايه منين؟ من الطبيعه، يعني الطبيعة. مثلا الطبيعه زرع كده. ايوه بالظبط كده، يبقوا قاعدين كده يلاقوا طائر قوي جدا، انا هعبده بالظبط كده، يشوفوا له بقى رمز ويشوفوا له ايه ويبقى هو ده الاله. يلاقوا مثلا شمس، استني ليه تعالي استني على الشمس شويه لسه شويه. يلاقوا يلاقوا مثلا حيوان شكله يقولوا بس خلاص الحيوان ده انا هعبده، الميه الزرع زي ما انتم، كلها حاجات من الطبيعه. لحد ما جه الراجل اللي هو امنحتب ده وهو صغنن كده قعد يفكر، هو ليه الناس بتعبد كل الالهه دي؟ هو ليه مفيش اله واحد؟ وليه الباور مش او القوه مش لاله واحد بس هو اللي هو اقوى حاجه في الكون؟ قعد يفكر ايه هو اقوى حاجه في الطبيعه؟ طلعت ايه يا استاذه اسيا؟ ايه؟ الشمس. ايه زي ما انا زي ما انت فكرتي كده، هو فكر برضو ان الشمس باور وقوه كبيره جدا جدا جدا، خلاص احنا هنعبد الشمس، او هو يعني فكر ان هو يعبد الشمس. كان عايش فين في الاول؟ قاعد يعمل كده. لا لسه مش قاعد يعمل كده، استني بس. عايش في طيبه. كان عايش في طيبه خلاص. لما كبر وباباه توفى وهو ورث الحكم، يعني ما كانش بيفكر بقى ان هو يبتدي يعمل زي ما باباه كان بيعمل. وما كانش مركز قوي، ما كان ما قلت لك كان عنده جيش قوي كبير قوي، وكان مركز قوي في الحروب والانتصارات، ومأمن مصر كويس قوي. الراجل ده لما كبر كان قاعد بيفكر بيتامل، طب انا عايز اعبد حاجه تانية، وانا عايز الناس تعبد اله واحد، وانا عايز ان الحاجات دي كلها تختفي، وانه يبقى في حاجه واحده بس احنا مؤمنين بيها. ساب طيبه ومشي كده، اخذ المركب بتاعته بعد حكمه بخمس سنين، مشي راح قعد في مكان لغايه النهارده موجود اسمه ايه؟ ايه تل العمارنه. تل العمارنه. اوكي قعد في المكان ده وقرر ان هو خلاص المكان ده ما كانش فيه، كان اسمها كده زمان برضو، ما كانش اسمها كده، اسمها هقول لك ما كانش فيها حد اصلا، اصلا ما كانش فيها ناس اصلا، وعشان كده هو قرر ان هو يقعد في المكان ده. ليه بقى حد. ليه بقى؟ عشان كوايت. مش عشان كوايت طبعا. انا عرفت ايه، عشان اما الناس تيجي يعرفوا ان هو بيعبد اله واحد بس. فهم يعبدوا اله واحد بس. ايوه. ليه بقى يا استاذه اسيا؟ ليه؟ لو هو كان في طيبه لسه، افتكروا بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه، وقرر كده يقوم من النوم الصبح يقول للناس كلها مفيش بقى الالهه دي خالص، ومفيش الناس دي خالص، ومفيش اي قرابين، ومفيش رجال الدين، في اله واحد. كانوا هيعملوا ايه؟ مش هيعذبوه بس مش هيستجيبوه، مش هيسمعوا كلامه. هيقولوا ده اي كلام، هيغضبوا، مش هيسمعوا كلامه. وبالفعل ده اللي كان بيحصل لما هو ابتدى يدعو، لان احنا ندعو اله واحد، نعبد اله واحد، ما كانش حد يعني مركز معاه وبيقولوا ايه الكلام ده. راح رايح هو على تل العمارنه اللي ما فيهاش اي حد خالص دي، المكان ده ما كانش فيه اي حاجه خالص، وقرر ان المكان ده يبقى اسمه اخيتاتون.
مش بس قرر ان مكان يبقى اسمه اخي تاتون، هو قرر يغير اسمه شخصيا ويسمي نفسه اخي اخناتون. ايه ده يعني؟ يعني ما هو اسمه امن حطه بالرابع. اه هو سمى نفسه اخناتون زي اخيناتون. لا المكان اللي هو قاعد فيه اخي تاتون. بيعبدوا ايه الناس اللي هنا يا جماعه؟ الشمس. الشمس بالظبط كده. وهو ده المكان اللي الحاكم قرر ان هو يقعد فيه ويقول ان فيه عباده او فيه اله، اله الشمس، ومفيش اي اله تاني ومفيش اي حاجه تاني. طب هو اللي فكر يعمل ده اصلا ليه؟ عشان هتفتي. لا هتفتي يا اسيا والله. قولي عشان ايه؟ زعل. طب افتي. قولي عشان ايه؟ بتفتكري عشان ايه؟ ممكن عشان ايوه كل حد يعبد حد واحد بس. ايوه بس ليه ليه فكر في ده؟ عشان ما فيش حاجه، عشان يبقى كلهم يعني. هقول لكم، انا هقول لكم، الفتره دي لما كان في الهه كتيره قوي كان لازم الناس تبقى بتقدم قرابين، كان في بينهم وصايه رجال الدين. رجال الدين دول كانوا في فساد ابتدى يبقى موجود كتير قوي. اخناتون كان متضايق من الفساد ده، وكان متضايق ان ده يبقى حاصل، وكان عايز يوحد الناس كلها على حاجه واحده. هو راجل كان مفكر، كان بيفكر انه اجتماعيا لو احنا كلنا بنعبد إله واحد ما كانش هيبقى فيه مشاكل خالص والدنيا هتبقى حلوة. بس المصريين كان عندهم حاجة غريبة جداً. أنا ممكن أبقى بعبد إله وألس بتعبد إله وهارون بيعبد إله ومحدش يجي جنب الآلهة بتاعتنا. طالما محدش بيبتدي بيقول لي حاجة تانية ولا يتريق على الإله بتاعي يبقى إحنا عايشين مع بعض في سلام. كانت المشكلة الحقيقية أو الكبيرة هي بس الفساد اللي هو كان شايفه. فقرر إن هو يجمع الناس ويبقى مفيش الكلام ده خالص. وعمل ايه؟ عمل المدينه دي وقال احنا هنعمل معبد. والمعبد ده كان لاول مره بقى ان المعبد يبقى مفيهوش سقف. الناس كلها متعوده ان المعبد يبقى فيها سقف. فالمعبد دايما يبقى مظلم كده زي الكنيسه زي الجامع يبقى ليه سقف. لكن هم عشان بيعبدوا الشمس فكانت المعابد اللي هو انشاها مفيهاش سقف، فالناس تبص للشمس منها للاله تتكلم معاه وتدعي له وتعبده. فكان كل حاجة مختلفة قوي عن المصريين. تفتكروا المصريين كانوا ممكن يبقوا بيتقبلوا ده بسهولة؟ لا. الفكرة كلها انه زي ما احنا قلنا كده ان التغيير مش مهم، انه أخناتون ما كانش مركز خالص في السياسات الخارجية او اللي بيحصل او الحروب اللي عمالة تحصل. بابا أمنحتب الثالث كان وصل انتصاراته لان هو بقت حدود تركيا معاه وإثيوبيا من تحت معاه، فكانت الحدود كبيرة جدا. ابتدى هو عشان قاعد بيفكر في ان هو في الشمس وبيعبد الشمس وهنعمل المعبد بالطوب اللين وهنقعد هنا وكلنا هنعمل ده، ما بيركزش خالص 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 في الحروب اللي عماله تحصل ولا الناس اللي عماله تخش على الحدود. وكان في معارك قويه جدا جدا جدا. بس الحقيقه ده بقى سؤالكم الاساسي بقى، الرسائل كانت بتيجي ازاي على مصر؟ توصل ازاي بالظبط؟ طول عمر مصر قبل الراجل ده كان بيبقى فيه قصر بتاع الملك. القصر بتاع الملك ده بيستقبل رسل، بيستقبل رسالات. اخناتون عمل حاجه تانية، عمل زي كده مبنى للمكاتبات اللي هي الرسائل. فبقى يتابع، هو قاعد خلاص في اخي تاتون، ويتابع بقى احوال المحافظات التانيه، محافظين بقى يبعتوا الرسائل بتاعتهم، الناس اللي في الحروب يبعتوا يقولوا طب هنعمل ايه. المشكله الحقيقيه بقى ان اخناتون ما كانش بيرد على الرسائل دي، كان بيشوفها ويهملها. ما كانش بيشوفها، كان مركز في حاجات تانية خالص. هو كان ملك متجوز ملكة جميلة جدا اسمها نفرتيتي ومخلفين 7 بنات، وقرر ان هو يعيش المجتمع بتاعه او الشعب بتاعه حياته الطبيعية. كان مصمم قوي ان هو يبين لهم ان هو واحد شبههم. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان التماثيل اللي كانت بتتعمل، كنا هنبص على التماثيل بتاعت الملوك بتوع زمان هنلاقي ان هم كلهم مهتمين قوي ان هم يتعمل لهم صور وتماثيل ويترسموا على انهم آلهة او محاربين كبار او يعني شكلهم يخوف عشان الناس تهابهم وتبقى خايفة منهم ومحترماهم. اخناتون كان شايف ان مش هي دي المعاملة اللي انا المفروض اعملها مع شعبي، انا حاسس ان هم لازم يشوفوني. فدعا ان الناس تيجي تصوروا وترسموا وهو قاعد مع بناته ومع مراته وبيلعب معاهم وبيهزر معاهم عادي جدا. التمثال بتاعه لما يتبني يتبني بشكل حجم طبيعي عشان يبين للشعب بتاعه ان انا طبيعي زي زيكم، مش لازم تهابوني ولا تخافوني.
التمثال بتاع الملكة نفرتيتي كان بيبقى بيعمله بنفس الحجم، ودي كانت حاجة غريبة جدا لأن دايما تمثال الملك أكبر من تمثال الملكة، بس كان عنده هو رسالة عايز يوصلها إنه كله زي بعض بالظبط، الملك زي الملكة وتستاهل التقدير وتستاهل الاحترام زي ما أنا استاهل التقدير والاحترام. ودي الحاجات كلها كانت بتخلي الشعب المصري مستغرب، هو مش متعود على ده ومش متعود إن الحاكم يبقى زيه زيه كده، ومش متعود ان هو يشوفه قاعد مع بناته وعمال بيلعب، وكمان غضبان منه لان البلاد عماله تروح وفي حروب عماله تيجي والحدود كلها عماله تتاخد منه، وده قاعد عادي زيه وهو قاعد زيهم مهتم ان هو يبين لهم ان انا واحد منكم. فبالتالي انقسم، كان في شويه ناس طبعا بيحبوه وشويه ناس حبوه من الاول خالص، ولذلك امنوا بالاله اتون وقعدوا الإله أتون ده اللي هي الشمس، وقعدوا يعبدوا الإله أتون من الأول لأنه كانوا شايفين أنه راجل مصلح اجتماعي، هو قصده خير، هو عايز يخلي المجتمع حلو، ما فيهوش فساد، ما فيهوش وساطة ما بيننا وما بين الإله، ما فيهوش رجال دين بياخدوا القرابين ويستغلوا الشعب. وفي نفس ذات الوقت كان مركز قوي أنه هو يبين أنه ما فيهوش كبر عنده وما فيهوش فكان في ناس شايفاه على حقيقته وشايفين أنه هو راجل طيب، بس مش معنى ان هو راجل طيب ان هو يبقى حاكم كويس، لان الحقيقه انه ضيع الحكم وضيع حاجات كتير جدا وانجازات كتير جدا 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 ابوه عملها. امنحوتب الثالث قعد 17 سنه يحكم مصر، وضيع كام سنه؟ ضيع ايه؟ ضيع بلاد كتير قوي للاسف، وضيع يعني في وقت قد ايه يعني؟ في 17 سنه في وقت حكمه كله؟ وقت حكمه كله، ما هو من الاول خالص مقرر ان هو يبقى مختلف، ومن الاول خالص في ناس شايفاه وحباه ومؤمنه بيه وبفكره، بس هو مش حاكم قوي. هو ما دخلش يشوف الجيش اخباره ايه خالص، ما دخلش يشوف المعارك اللي حاصله دي ممكن اعمل فيها ايه. كل اللي كان مركز فيه ان المجتمع يبقى شايفه على انه راجل بسيط، وان هو يبقى بيحاول على قد ما يقدر زيهم، وانه نحاول على قد ما يقدر ان هو ينشر ثقافه ان الست دي ست مهمه، وان هو عنده 7 بنات هو سعيد جدا ببناته اللي موجودين حواليه، وان هو راجل بيبقى بيلعب، وانه مش مهم، شايف اصلا الحروب دي حاجه وحشه، هو اصلا مقتنع ليه نحارب وملوش لازمه نحارب ونقتل في بعض لما ممكن نعيش في سلام. فكان في ناس شايفاه جميل جدا على انه مصلح اجتماعي، وفي ناس طبعا كانت شايفه ان هو انت ضيعتنا وضيعت البلاد وضيعت مصر. بس بمناسبه بقى دي، لما احنا نقعد النهارده نفكر كده ونشوف هو اخناتون ده كان وحش ولا حلو، هنلاقي ان هو كان راجل طيب، كان قصده خير وما عملش حروب وما عداش حد وما سجنش حد وما عذبش حد وما عملش حاجات كتير حكام تانيين عملوها، بس برضو ما قدمش حاجه لمصر، ما قدمش اي حاجه مفيده الشعب المصري كان يفضل فاكرها له. هو كان قاعد زيهم يعني، هو كان قاعد زيهم، هو كان قاعد زيهم، هو قدم بس هو لا مش حاطط رجل على رجل، هو كان كل رسالته وهدفه التوحيد، ان كلنا نبقى متوحدين على ان احنا نعبد اله واحد بس. ودي كانت الفكره اللي هو مؤمن بيها، عاش حياته كلها في كل حكمه ومات وهو مؤمن بالفكره دي، بس قدر يعملها ما قدرش يعملها، كان مصريين كتير قوي ضد ده، لدرجه ان الملك اللي بعده على طول رأى خلاص مفيش يا جماعه مفيش الاله ده، روح يا اتون ورجع تاني الاله القديم، ورجع كمان الناس اللي عايزين يعبدوا الهه تانيه، و يعني ما بقاش في الكلام ده خالص، كل ده عملوا كل خلاص بقى ان احنا عرفنا 17 سنه ان الناس مش مبسوطه خالص، فرجع بقى خلاص احنا نعبد امون تاني اللي هما كانوا بيعبدوه، واخناتون جه قال مفيش امون في اتون، وبقى قال بلاها اتون نعبد امون، مفيش اتون تاني، وبقى خلاص كده ورجع تاني الاستقرار بعده شويه، لان اللي بعده كان مهتم اكتر بان هو يرجع بقى الانتصارات دي. فتقولوا لي بقى الراجل ده احنا شايفينه ازاي في التاريخ؟ اقول لكم انه طيب اقول لكم كمان انه في ناس كتير قوي، بما انه كان في المنيا الحته اللي انا قلت لكم عليها اللي هو اصلا المكان اللي هو كان اسمه اخيتا تون، في ناس كتير قوي عاشوا حابين الراجل ده وحابين ان هو كان هامبل كده وكان عايش معاهم بطبيعته وبسجيته، لدرجه ان العصور والسنين تمر تلاقوا دايما المكان ده النهارده بقى في عصرنا ده مطلع نحاتين مهمين جدا
حبوا جدا أخناتون وحبوا شعريته وحبوا قد ايه هو كان مهتم قوي ان الاستراكتشر او حتى التمثال بتاعه يبقى مختلف والهيكل بتاعه مختلف. ففي عندنا مثلا نحات مهم قوي اسمه حسن الشرق، ده فنان تشكيلي. عايش؟ لا الله يرحمه، رسام فنان تشكيلي، وكان بيرسم، كان مهتم قوي ان هو يرسم، وكان متاثر جدا جدا بشاعريه وبفكر اخناتون. لو فكرتوا وقعدتوا تقروا شويه عن حسن الشرق هتلاقوا رسومات خطيره وجميله جدا جدا جدا، لف بيها العالم كله ووصلت رسومات وناس كتير قوي بتتكلم عنه، عشان هو كان مهتم قوي قوي بان هو يقرخ ويوري الفتره دي كل حاجه فيها كانت مختلفه ازاي، المعابد كانت مختلفه ازاي، ما كانش فيها سقف. هو كتير. المعابد لسه موجوده ولا في معابد لسه موجوده لحد النهارده؟ ما فيهاش سقف وما فيهاش سقف. بس تل العمارنة نفسها ما بقتش موجودة، بس في معابد طبعا فضلت موجودة لحد النهاردة. احنا بنفتخر بالمعابد دي في العالم كله، ان احنا لسه عندنا معابد واقفة وقايمة على 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 رجلها. يعني ايه رأيكم بقى، عرفتوا؟ فهمتوا الكتابات كانت بتيجي ازاي؟ للأسف ما كانش بيترد عليها، بس يعني هو عمل صح. It's okay. صحيح. ايه رأيكم بقى في القصة دي؟ حلو قوي. حلو. ايه بقى اللي عجبكم فيها؟ ان هو يعني فكر بشكل تاني بالظبط. طب انتوا شايفين اخناتون كان حاكم كويس ولا لا؟ في النص. في النص. هو فعلا في النص، عشان هو لا عامل حاجه وحشه ولا عامل حاجه حلوه. يعني في ما بين راجل في حاجات بتبوظ في مصر مش هيصلحها. سايبها. ومات. وبعدين يا ولاد خلي بالكم ان احنا النهارده واحنا بنتكلم كده بنقول ان هو عمل حاجه حلوه، عشان احنا فاهمين ان فكره التوحيد دي فكره حلوه، واحنا نفسنا بنوحد، يعني احنا عايشين مع بعض متعودين على ده، بس زمان ده ما كانش حد متعود عليه. فدي حاجه انت جاي يعني كان النهارده حد بيقول لكم ما فيش حاجه اسمها لا اسلام ولا مسيحيه، هنعمل ايه؟ الدنيا هتقوم مش هتقعد. هو ده اللي حصل ساعتها ده ما كانش كويس. احنا النهارده شايفينه بالمنظور ده وبالفكر ده عشان مرت السنين وقرينا في الكتب ومرينا بحاجات كتير قوي وعايشين في مجتمع عارفين فيه نوحد اله واحد، فقادرين نعرف ان ده قد ايه مهم ومفيد للمجتمع. بس ساعتها ما كانوش شايفينه كده، كانوا شايفين ان هو مش حلو. انا مش حلو. بيجبرهم على حاجات هم مش عايزينها. بالظبط كده. هتحكوا الكلام ده للأستاذة نادية والأستاذ يحيى؟ ماشي. هتقولي المرة الجاية بقصة جديدة؟ ماشي. وأنا هروح أقعد أقرأ شوية لغاية ما ترجعوا لي المرة الجاية. ماشي. ماشي. باي باي يا حبايبي.